عندنا تاريخ ادب انا والامتحان يعني متوسط مايل للصعوبه بس هو مش غامض يعني. هو الوزير بصراحه يعني هو قال ان مش هيبقى فيه غموض في الامتحانات. هو فعلا ما فيش غموض بس امتحان عادي يعني. هو ده التاريخ يعني مستوى فوق المتوسط يعني بس مش صعب يعني مش صعب الامتحان مش صعب. نعم حليت عادي الامتحان كله وطبيعي بيبقى فيه 5-6 اسئله في الاخر بتقعد تفكر فيهم لحد ما تاخد اقرب اجابه والحمد لله يعني عملت تمشي. امتحان فيزياء الامتحان كان يعني سهل. لا حليت كل الامتحان حليت كل الامتحان يعني. لا فوق المتوسط. كان عندي فيزياء الحمد لله حليته بخير وغشيت وكله تمام. ايه حليت قد ايه؟ حليت الامتحان كله الحمد لله. اي مستوى؟ امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط والاسئله مدرجتين كان فيها تريكات شويه. هو الامتحان تقيل بس حلو بس من زي امتحان الكيمياء تمام. والسؤال المقالي الثاني كان فيه لعبكه شويه تمام بتاع التردد ده بس. وانما الامتحان كله حلو يعني. هو الامتحان جميل بس فعلا زي ما قال المقال الثاني كان كله لخبطه عن الاول يعني. الاول كان سهل وبسيط اللي هو ايه انا اقدر استوعب انا برايع وبحل. اما الثاني ده اللي هو ايه حطيني في موقف انا مش عارف اعمل ايه اروح شمال ولا اروح من اللي هو خلاني بالبركه يعني عامه كده. ف اما بقى الحمد لله كان عندي فيزياء الحمد لله حلينا كويس. الامتحان كان اسهل من الكيمياء بس المشكله كانت عندنا عن نفسي يعني في البابل شيت اتلخبطت فيه شويه بس بعد كده صححت تاني الحمد لله. مستوى الطالب المتوسط او فوق الطالب المتوسط بشويه. تاريخ الحمد لله الامتحان كان كويس. كان يعني هو الحمد لله كله يعني هو نصه في اسئله كانت يعني فيها رخمه شويه بس هو الحمد لله اجماليا كويس يعني. مستوى الطالب ممكن متوسط يعني. يعني هو في اسئله متوسطه وفي اسئله عاليه شويه. انا كان عندي تاريخ هو كويس تمام ما فيهوش اي حاجه. في حاجات بس صعبه شويه وخلاص. هو بس الاسئله المقالي كان في سؤال بس فيهم بس اللي هو السؤال الاخير هو وقف معايا شويه بس حليته يعني كويس الحمد لله. متوسط. لا كله الحمد لله امتحان كويس يعني. فيزياء كان عندي فيزياء. عملت ايه؟ الامتحان كان جاي فيها اسئله فيه صعبه شويه كتير يعني بس وكان فيه يعني يا اما مباشر يا اما صعب على طول. والمقالي هبدت كله وبس ده اللي عندي يعني. واضح عن الكيمياء ولا لا خالص؟ لا كان لا ما عوضنيش يعني. لو كان جه سهل كان هيعوضني بس ما عوضنيش. لا بس غير كده ما فيش. ايه؟ في اي مستوى؟ فوق المتوسط شويه يعني. فوق المتوسط شويه بس مش صعب قوي. كان عندك ايه النهارده؟ امتحان فيزيكس. انا هو انا صح يعني متاكد من كتير بس كان في صح حاجات صعبه يعني. الامتحان كان محتاج وقت اكتر شويه يعني ان انا افكر في الصعب بس يعني هو اقول متوسط او فوق متوسط حاجه كده يعني. يعني 70% مثلا اقول 70% حلو. متوسط او فوق متوسط شويه. تاريخ. تاريخ كان وحش قوي قوي. كل الاسئله جايه ربط وصعبه يعني. هما بينتقموا مننا في كيمياء. لا في المستوى الطالب المتوسط بس صعب. انا حليت الاول ربع ساعه بعد كده امتحان جه ساعه بقى ما عرفتش احل بس حليت بقى في الاخر هبت كتير.